فوزير حكاوي جدي برعاية تتبيلة الدجاج وتجهيزه وجيك طازه ومقرمشة وسخنة. أوه حاجة صح ومش ضايق. البيتزا الأمريكية اللي مطيب اللي على الحطب وطعمتها خيال. وننصحك تجرب مكان التغدى والتعشى فيه وانت متريح وهرجة عويتك في صالة الملاهي وانت لاهي في عشاك وغداك بس متريح. هذه حاجة فوق الخيال. أكيد عرفتوا على من نحكي. نحكي على هابي تشيكن بنغازي بالعون بجوار جامعة العرب الطبية البيضة قرب الإذاعة خلف مصرف الأمان طبرق ميدان الشهداء جنب مصرف التجارة والتنمية شحات الطريق الرئيسي مقابل شركة البريد. هابي تشيكن هابي تيستي. للمشاركة في فوازير حكاوي جدي وتقولولنا شن عنوان حكاية اليوم. للإجابة والدخول للسحب في جائزة البرنامج تواصلوا معنا على صفحتنا. حكاوي جدي مش أي حكاوي. بسم الله أول مبدأنا صلى الله علينا بينا. نحنا كل نهار معانا مغزى في سر حكاوينا، لكن بيش يتم هنانا نبوها فرحتكم بينا، وكل واحد فيكم بمانة يسمعنا ويرد علينا، وإن شاء الله يبقى ملقانا يذكر بالخير اللي فينا. نبو لمتكم يلانا في حكايتنا كان بدينا. حكاوي جدي. الحمد لله رب العالمين، تو هيك نحن جاهزين، حمامنا درناه وعطره تعطرنا وجلبيت جمعه ولبسناه، تو يعني سجد البيت الله بدري بدري على الاقل نحصلوا مكان جو الجامع وحتى بدينا اكثر اجر. ما شاء الله عليك يا جدي على اللبسه الحلوه والعطر السمح. عشان يا جدي نمشي معاك يا جدي، رجيني شويه بس نلبس الجلابيه وندير المسك والريحه الحلوه ونمشي معاك. والله لا تقصها معايا ولا تمشي معايا ولا ترافقني. تنشاني يا جدي، ما تبينش نصلي وما تبينش نمشي معاك الجامعة على كيف يا جدي؟ لا يا باتي مش هكي، نا نبيك تصلي، وهذا عليش قلت لك ما تمشيش معايا للجامعة، لأني نبيك تصلي ديما، مش أصلي معايا من الجمعة الجمعة وباقي الأيام اللي خلت ما تصليش فيهن. ما ينفعش يا سلومة، الصلاة اللي فرضها الله عز وجل علينا 5 أوقات في اليوم مش يوم واحد في الأسبوع، وأنا لما أشوفك مسك صلاتك كل يوم حنخليك تمشي معي للجامع. قصدك يا جدي يعني لو ما نصلوش نحنا مش حنخش الجنة ولا كيف يعني؟ والعياذ بالله. كلامك صح، لأن الصلاة يا ولدي هي عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين، وهي ركن الثاني في الإسلام. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لنا الفارق بيننا وبين الكافر والعياذ بالله الصلاة. عشان هكي أنا نبيك تمسك صلاتك يا سلومة وتصلي ديما، لأن الصلاة تنفعك حتى في حياتك اليومية، لأن فيها حركات رياضية ونظافة وفيها حاجات واجدة، وبعدين تحفظك حتى من الشياطين ومن الجن. اللهم احفظنا. أنت تعرف يا سلومة لما يعالجوا واحد عنده سحر أو عنده جن اللهم احفظنا أول ما يقولوا أمسك صلاتك؟ ايوه يا جدي، يا جدي الظهر قاعد نسمع فيه يدي يا جدي، غير قول يا هي نمشي معك ولا لا يا جدي؟ هي باطي الظهر يذن وعطلتني، لكن قبل ما نعدي للصلاة المفروض علينا يا باطي ما نكونوش سلبيين في موضوع الصلاة. المفروض اللي ما يصليش ما نسكتوش عليه، بالعكس ننصحوه ونفهموه اللي عندي يصلي. مش ربي سبحان الله قال في كتاب العزيز وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ فعلا يا جدي كلام الصلاة بزرط. حق علينا يا وليدي. ولا مش حق؟ حق يا جدي أكيدة. ما شاء الله عليك. ما هي يا جدي نبي نسمع منك شي قصة قصيرة كي قبل ما نمشي. بات وقت على الصلاة يا بات. ما هي يا جدي وتعودت منك يا جدي نسمع منك. أسمع يا سيدي أسمع قصة بسرعة، خلني عندي شنو اللحق صلاتي. يا سيدي كانوا يحكوا زمان إن في راجل تقي ويخاف الله، وكان هالراجل عنده 3 بنيات. كل ما يجي واحد يبي يخطب بنته يقول له ما عنديش مانع بس بشرط واحد، انك تجيني قبل المغرب. تمام. ويقعد معاه هذاك الراجل اللي عند شنو اذان العشاء، وبعدها يقول له شنو ما فيش نصيب. مره ثانيه جاء واحد اخر يخطب بنته قال له بشرط تعالي قبل المغرب، ويجي ويحكي معاه بعد يقول له شنو
ما عنديش نصيب. عندي يوم من الأيام جاء واحد بيخطب وقال له نفس الشرط، فجاء رد عليه وشن قال له؟ قال له تعال هدرس معي قبل المغرب وروح. تمام؟ قعد هذاك الراجل يهدرس معي هدرس معاه لأن شنو؟ أذن المغرب. فقال له معليش يا عمي ممكن نصب توضى ونصلي المغرب؟ عارف شو رد عليه الراجل وقال له؟ شن قال له؟ قال له أنت هيك توا نجحت في الامتحان وبنتي اعتبرها لك من توا. أنا طلبت أنك تهدرس معي قبل المغرب، عرفت علي شو؟ باش يشوفه لما يذن المغرب يصب يتوضى ويصلي ولا لا. كانوا توضى وصلى معناها راجل كويس لبنته، وكانوا ما صلاش معناها شنو؟ راجل عطيب ما عندهاش شنو فيها نصيب في بنته. فهمت يا باتي؟ أكيد فهمت. وتو خلينا نمشي نصلوا. هاي هاي باتي هاي. هكي تمينا حكايتنا، شكرا للي تابع فينا. غير الأنوان الحلقتنا عنكم بالعاني خضينا، تتصلوا هذه فكرتنا، تقولوا عنوان حكاوينا. في كل حكاية غايتنا نحكو عن صفة تعنينا، بكرة تجدد لمتنا، يا ريت الكل يراجينا، وتبقى هالدنيا رضتنا كان انتو راضين علينا. حكاوي جدي. للمشاركة في فوازير حكاوي جدي وتقولوا لنا شن عنوان حكاية اليوم. للإجابة والدخول للسحب في جائزة البرنامج تواصلوا معنا على صفحتنا. حكاوي جدي مش أي حكاوي. فوازير حكاوي جدي برعاية تتبيلة الدجاج وتجهيزه وجيك طازه ومقرمشه وساخنه. اوه حاجه صح ومش ضايق. البيتزا الامريكيه اللي مطيب اللي على الحطب وطعمتها خيال. وننصحك تجرب مكان التغدى والتعشى فيه وانت متريح وهرجة عويتك في صاله الملاهي وانت لاهي في عشاك وغداك بس متريح. هذه حاجه فوق الخيال. اكيد عرفتوا على من نحكي. نحكي على هابي تشيكن بنغازي بالعون بجوار جامعه العرب الطبيه، البيضه قرب الاذاعه خلف مصرف الامان، طبرق ميدان الشهداء جنب مصرف التجارة والتنمية، شحان الطريق الرئيسي مقابل شركة البريد. هابي تشيكن هابي تستيك.